حبيت أوضح في الكلمة دي إن الإرهاب وليد التطرف. التطرف والإلهاء والإرهاب على عكس ما الناس كلها بتتصور، إنه عمل عسكري عنيف إجرامي، وهو كده فعلا، لكن هو في الأساس هو عمل عقلي. هو إزاي إنه يستقطبوا مجموعة من الشباب البسطاء اللي هم ما عندهمش ثقافة ولا اهتمامات ولا هوايات، فيبقوا مسطحين وما عندهمش توجهات، ومن ثم ما عندهمش طريقة للتعبير عن نفسهم من خلال التعبير الفني ولا التعبير الأدبي، فيبقى ما قدامهمش إلا إن هم يستسلموا بسهولة لأي حد يجي عشان يجندهم في صفوف الإرهابيين. الإرهاب زي ما قلت عبارة عن وليد للتطرف. كلمة التطرف دي عشان أوضحها، عايزين نتخيل إن في خط أفقي طويل كده، وسطه في الوسط اللي هو الوسطية، اللي كل الأديان بتنادي بالوسطية عشان الإنسان يبقى معتدل. لما الواحد يمشي على يمين الخط إلى أقصاه يوصل للطرف، الطرف هو التطرف، فالبعد عن الوسط هو نوع من التطرف. فسواء الإنسان بعد عن مركز الوسطية على الخط فهو تطرف عدواني يتبنى قيم التكفير والكراهية وغير قابل للحوار ولا للمراجعة. أشكاله الناس دول يزدرون المرأة ويهدرون دماء الأغيار بصورة عصبية وعمياء. التطرف يعتمد على تجنيد هؤلاء البسطاء من محدود الثقافة والوعي كما قلنا، من إثبات الذات بالتبعية العمياء والحماس المطلق لأفكار وتعليمات أمرائهم ومحركيهم، ويحرمون كل شيء في الحياة بما فيه الفن بكل أنواعه. دي حالة التطرف المذهبي اللي يؤدي إلى تجنيد البسطاء ومن ثم يتحولوا إلى إرهابيين. الوسطية اللي احنا قلنا عليها هي عبارة عن الاعتدال أو احترام العقل وإعماله وتقدير قيمة الحوار قبولا للآخر والمختلف وتقديره ونبذ الكراهية والعنف. والوسطي ينظر إلى المستقبل بإيجابية وبأمل، بعكس المتطرف ينظر إلى الماضي باعتباره هو المصدر المعرفي بتاعه، وإلى العنف وإلى التشاؤمية وإلى اتهام المجتمع كله بأنه زي ما قال سيد قطب أنه حضارة الجاهلية المعاصرة اللي بيكفر بيه كل الناس. هذه صفات تكتسب بالتعليم والتدريب من خلال مفردات الوسطي ده. الوسطية دي صفات تكتسب بالتعليم والتدريب من خلال مقررات التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية المسرحية، لأنه في المواد دي تزدهر الموهبة ويتم تشجيعها، ويبقى في ثقة في الذات، وعنده قدرة الشاب أو الطليعي أو الطفل قدرة، عنده طريقة للتعبير عن نفسه بطريقة مسالمة، وعنده فرص مفتوحة قدامه للتأمل والتواصل والتعبير الحر وإطلاق الخيال. ويؤمن هذا النوع اللي هو الوسطي بأن الأفكار وإبداعات الآخرين ذات قيمة ويقدرها، مش بس فكره، فهو لا يؤمن بأنه يحتكر المعرفة أو يحتكر الذوق. إنها شخصية تتسم بالانفتاح على الأفكار والمعارف والأساليب، تتسم بالمرونة، وينفس عن غضبه أو حزنه من خلال التعبير الفني بطريقة آمنة. الفن كمان بطبيعته منفتح على كل الأطياف، يعني الفن تلاقي عشرات الأساليب وعشرات الاتجاهات وعشرات الأمزجة، ولكن كلها مقبولة لأن كل منها فيه ميزته الخاصة، فما فيش أحادية التفكير ولا ضيق الأفق بأنه ما فيش حاجة غير كده.
وعالم كبير من المتعه والدهشه. ده بيربي الوسطيه والاعتدال بين الشباب والاطفال والطلاع. الحقيقه انه لما وزاره التعليم في مصر وفي بعض البلاد تتجاهل المقررات، هذه المقررات الداعمه للحريه والابداع والتعبير والمتعه واتساع الافق، فهي تجعل من الاطفال والطلائع والشباب في حاله من السلبيه والاحباط والتبعيه، ويصبح من السهل جدا تجنيدهم في جماعه التطرف التخريبيه. ولذلك احب ان انهك هذه الكلمه القصيره بان اقول انه زي ما قلنا انه التطرف هو البعد عن الوسطيه وهو التمهيد للارهاب. التطرف عمليه ذهنيه بحاله من الاقتناع بانه يمتلك الحقيقه، وان الحقيقه اللي عنده ان هو اللي بيمثل ربنا على الارض. فما يبقاش محتمل ان يبقى في اي حد يديله نصيحه او يعيد تفكيره او هو نفسه يعيد تفكيره. فبيبقى متشدد ومتخشب في الافكار اللي اتزرعت فيه من ناحية المتطرفين، الآباء المتطرفين، ثم يبقى جاهز لأي عمل عدواني، لأنه المتطرف ده يكره غيره، يكره اللي مش زيه، يكرهه ويميل إلى الاعتداء عليه ومعاقبته، فيبقى عبارة عن شخصية ليها ميول عدوانية. ثم لما تيجي له فرصة إنه يخش في دائرة الإرهاب الفعلية اللي فيها عمليات عقابية وانتقامية وإجرامية تجاه الناس اللي ما يعرفهمش، فيبقى يتحول إلى إرهابي عتيد.